أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة. اليوم راح نستكمل حديثنا عن هذه المجلة، مجلة الرياضي، تاريخها 21/11/1987 21/11/1987 ألمانيا الغربية، وقتها يسمونها ألمانيا الغربية. ماذا عن الفريق الذي بناه فرانز باكنباور في عام واحد؟ والله ما بنى فريق. نعم. هذه لعبة ألمانيا الكبار، رومانيجا، بريجل، بريمن، شوماخر اللي شارك ب 86، هونس مو اللاعب الثاني الشقيق، بعد لوثر ماتيوس، لتباريسكي، بعد من اقول لكم المجموعة هذه كلهم اغلبهم، رودي فولر، هذول اغلبهم كانوا مشاركين بالفترة اللي قبل فرانس بيكنباور دربهم كعتب من 84 و85. فرانس بيكنباور استمر لغاية سنة 90 اخذ فيها كأس العالم، اخفق في 86 بالنهائي واخفق في 88 والدورة بطولة أمم أوروبا التي قيمت في ألمانيا وخروجه أمام هولندا. 90 صراحة أخذها بجدارة. نعم طبعا. أنت الحين شرحت صراحة، يعني كفيت ووفيت أبو فهد. نعم. شرح طيب. لكن يعني كانوا يتكلمون، هو كان يدربهم في كأس أوروبا 84؟ لا هو دربهم بلى أعتقد. ايه. لا أو جاهم بعد خروجهم من بطولة أوروبا. أي جاهم. أي أعتقد كان يدربهم، نسيت اسمه، هذا أنزر باك شغلة كذي اسمه اللي دربهم 82. أي طبعا يقول إن أنتج فريقا باكنباور يمكن مقارنته بفريق جيرر ميلر وبول برايتر وسيب جيرد مولر. جيرد مولر إيه. وبول برايتنر. وبول برايتنر وسيب ماير. سيب ماير. اي سيب ماير حارس المرمى. اي وعندما نجح باكنباور كان الالمان لا يزالون يعيشون حاله الصدمه التي تلقوها في نهايه بطوله اوروبا عام 84 فرنسا. صحيح. وخرجوا يومها على يد اسبانيا والبرتغال. باكنباور كان قد اعد فريقه طبعا لكاس العالم 86، لكن عندما وصل المكسيك كان مهاجمون اساسيين غير لائقين مهاجمي الفريق، ومحملين طبعا بالهزائم السابقه التي كان من الصعب ازالتها بسهوله. فكانت يعني وصل نهائي مثل ما احنا عارفين وخسر من الارجنتين. يعني طبعا هو بدور المجموعات مع اسكتلندا ومع الاوروغواي ومع الدنمارك، خسر من الدنمارك 2-0. اي نعم. المجموعات ودور 16 فاز يعني بطلعه الروح على المغرب 1-0 من فاول الدقيقة، يمكن آخر الدقائق من المباراة حرز فيها لوثر ماتيوس هدف، يعني لو رايحين الأشواط الإضافية يمكن المغرب يفوزون. في الدور الثمانية فاز على المكسيك صاحب الأرض بركلات ترجيح، يمكن المباراة اللي تعتبر بارزة فوزهم على فرنسا 2-0، فرنسا كان حصان الأسود بالبطولة، قدر المنتخب الألماني إقصائه للمرة الثانية بالدور قبل النهائي بعد ما أقصاه في 82، أيضا أقصاه في 86 2-0. رودي بريما ورودي فولر احرزوا الاهداف. كانت هذه المباراه تقريبا هي المباراه البارزه للمنتخب الالماني، خصوصا ان فرنسا كانوا منهكين بعد ما لعبوا اشواط اضافيه وركلات ترجيح مع البرازيل، وصل الفريق منهك. يعني في خلينا نقول عام 1990 عفوا من عام 1980 لعام 1990، العشر سنوات هذه العقد يعني قبل الأخير من الألفية، قبل وصول الألفية، حقق منتخب ألماني بطولات، يعني حقق كأس أوروبا 80، وحقق وصل إلى نهائي كأس العالم 86، وحصل على بطولة كأس العالم 90. وصل 82. اي نعم 82 وصل نهائي كأس العالم. صحيح. وخسر النهائي 80 86 خسر. خلينا نبدأ من 80 أبو فهد، خذ كأس أوروبا. 82 وصل كأس العالم نهائي خسر، و86 خسر نهائي كاس العالم، 88 دور قبل النهائي. اي نعم. مع هولندا. اي نعم هولندا اخذت البطوله. 90 اخذ البطوله و92 وصل النهائي. اي وخسر. 96 اخذ البطوله. اي بطوله اوروبا.
أعزائي المشاهدين، إيش رأيك نطلع فاصل؟ إن شاء الله تفضل. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعناكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا. احنا في البارت الأول يمكن استرسلنا أنا أبو غازي عن تاريخ منتخب ألمانيا، تاريخ صراحة جبار، تاريخ قوي. يمكن بالفاصل قال لي أبو غازي تاريخهم والله قوي، يعني فمنتخب ألمانيا تدري يعني وصل النهائي بكأس العالم أكثر من 8 مرات، وصل النهائي ما تستبعدهم من أي بطولة، وصل يمكن 15 أو 14 مرة الدور قبل النهائي في كأس العالم، يمكن آخر بطولتين طلع من المجموعات، يعني 2018 طلع من المجموعات و 2022 في قطر طلع من المجموعات. لكن نتكلم عن تاريخ ألماني، تاريخ جبار، تاريخ غير خوف، لكن في علامة استفهام تاريخه، ما عمره فاز على منتخب إيطاليا في مباراة رسمية، يمكن بس مباراة واحدة الأخيرة اللي صارت في بطولة الأمم الأوروبية، دوري الأمم الأوروبية، يمكن فاز نتيجة كارثية يمكن 5-0. نعم مفهد، يعني أنا بضيف على كلامك إنه ما في بطولة تصير إلا وترشح ألمانيا أكيد، يعني أحد أبطالها. يعني غازي في إمبراطوريات في كرة القدم، يعني تتكلم عن البرازيل، أرجنتين، أوروغواي، يعني تالي الأوروغواي لك عليهم، إنجلترا، تتكلم عن فرنسا، إيطاليا، نعم ألمانيا، أسبانيا دشت الفترة الأخيرة، هولندا، المنتخبات يعني لها إرث كروي. مفهد فريق أنا يعني هذا كلها بصوب، وفريق يفوز على البرازيل 2014 صحيح. داخل البرازيل وبين جمهورهم 7-1، هذه فعلا يثبت أن الألمان يعني فعلا فريق عالمي. أنا صحيح. في زيارة مارادونا صراحة، يعني هذه زيارة بسلط الضوء عليها أبو فهد، لأنها زيارة مهمة جدا، وكان له حديث مهم عن العرب وعن الكرة العربية. هذه طبعا هذا النادي الأهلي، طبعا احتفالات النادي الأهلي باليوبيل الذهبي الأهلي السعودي، صحيح. اغلى لاعب في العالم يزور عروس البحر الأحمر، ما دفعه الأهلي لمارادونا لا يساوي شيئا امام الحب الكبير لشعار الأهلي. قال الشاعر العربي المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي عزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. عندما فكر الأهلاويون بالاحتفال بيوبيلهم الذهبي وتكريم كبار رجال النادي من رؤساء وإداري ولاعبين الذين تعاقبوا عليه خلال 50 عاما الماضية في مهرجان يسطر طبعا يعني بأيدي من ذهب في ذاكرة التاريخ، لم يجدوا أفضل ولا أروع من استضافة ساحر الكرة العالمي دييغو مارادونا في أول زيارة من نوعها لمنطقة الشرق الأوسط، للتوثيق هذه أن أول زيارة حق نادي الأهلي السعودي نادي الشرق الأوسط. وحضر مارادونا وقضى 72 ساعة بالتمام والكمال فوق أرض المملكة، كانت من أغلى الساعات اللي مرت على تاريخ النادي الأهلي العريق، ومن أجمل اللحظات اللي عاشتها اللي عاشها فتى الأرجنتين المدهش، كما يقول بأنه سعد بزيارة المملكة لأول مرة في حياته، وسعد أكثر بأن تعرف على اهتماماته الرياضية المتنوعة. طبعا هني هذا صورة لمارادونا وزوجته لدى هبوطهم من سلم الطائرة، هني يشق طريقه عبر الجموع الغفيرة هو وزوجته وابنته. هني طبعا عندنا برنامج حافل النجم العربي مارادونا، هني مارادونا الكابتن يعني بالملعب، صحيح. طبعا هذه مباراة قيمة ومارادونا شارك فيها مع النادي الأهلي، كل شاف يعني فريق متواضع اللي كان يبارونه وفازوا بنتيجة يعني كبيرة، مارادونا أحرز أهداف، كل شاف التفاهم بين رحمة الله عليه أمين دابو ومارادونا، أجواء كروية كانت في جدة. وصلنا تجوري وازي، ما تبي تتكلم عن المباراة ولا ما له داعي؟ وصلنا تجوري. اي تجوري خلاص مشكلة. تجوري طبعا ودي يعرض انا صورة جماعية لفريق الاهلي ومعهم مارادونا اهلي جدة. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات اخوكم فهد عبد الجليل، الى نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.